السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معي في قناة على اليوتيوب. كالعادة فيديو جديد نبارطاجيه معكم بمدينة بركان، نشارك معكم بعض شوارع مدينة بركان. المهم كما تشوفوا معايا النهار هذا كان شوية ديال الغيم، مع ذلك كان الحرارة الحمد لله على كل حال. المهم غادي نهودو منا بشارع فلسطين ونساريكم شوية مدينة بركان في هذا النهار اللي يوم الاثنين 19 شهر 6 2023. المهم كما تشوفوا معايا قلت لكم راني في شارع فلسطين الجهه نتاع الوداديه، غادي نهود ان شاء الله. غادي نفوت عاوتاني بالجهه نتاع المرشي القديم حيت راهم خدامين قاطعين الطريق في هذا الشارع، راهم خدامين بجهه تحتها. اضطريت انني غادي نفوت بجهه سينما الاندلس تما ونهود ان شاء الله ونبارطاجي معكم بعض الشوارع مدينه بركان. خليكم معايا في هذا الفيديو هذا. الناس اللي اول مره يشاهدونا ما ينساوش يشتركوا معنا في القناه ويخليو شي لايك وشي تعليق، وما ينساوش يفعلوا داك الجرس باش يتوصلوا بيه الجديد ان شاء الله. المهم كما تشوفوا معايا الصوره واضحه، نصور لكم بدقه يمكن كتبان لكم يبان لكم الشارع واسع، يعني درت الكاميرا يعني كتبين بوضوح، درت سوبر فيو باش تشوفوا يعني الصوره مزيانه. هادشي اللي كاين اخوتي، تبارك الله عليكم، فرجة ممتعة. بالنسبه لهاد الزنقه هذا اخوتي، هذه زنقه الكتبيه اللي كيتواجد فيها هذا المسجد نتاع مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى هاد الزنقه يمكن غادي يتم الاصلاح ديالها كما تشوفوا معايا. كاع دوك الاسوار اللي كانوا هنايا قلعوهم، الاشجار ويعني كلشي قلعوهم، يعني غادي حتى هاد الزنقه غادي يبداو فيها الاشغال وغادي يعدلوا لها الرصيف، وانا ما اظن غادي يتم التوسعه ديالها حتى هي كباقي الشوارع نتاع مدينة بركان على ما أظن. المهم غادي نهودو مع هاد الشارع باش نخرجو في الجهة التحتانية عاوتاني نشوفو تما الشوارع الأخرى فين وصل الأشغال. المهم بعد ما هودنا بزنقة الكتبية كما تلاحظوا معايا هذاك شارع مولاي عبد الله راهم بلعينو بسبب الأشغال، راهم يتم يعني
اللي راهم يريقلو الرصيف راهم يديرو ديك السيمه، انا غادي ندخلو بالجهه الاخرى ونبارطاجي معاكم. المهم دخلنا دركي في شارع مولاي عبد الله بعد ما كان مسدود من الجهه الفوقانيه. بغيت نبارطاجي معكم اللي يعني راهم يخدموا هنايا. كما راكم تلاحظوا معايا الجهه اليمنيه راهم يديروا ديك السيمه راهم يصبغوه الرصيف، تبقى لهم الجهه اليسريه ان شاء الله تبقى لهم الاناره والتصفيت.